المدرسي راه كما العاده، لانه الدخول المدرسي راه لزاما على المواطن انه غيدير الدخول المدرسي، ما عنده حتى شي حاجه التعليم هذا. غير اللي كاين هو انه كاين غلاء فاحش في الاثمنه، كاين واحد الغلاء فاحش، كل شيء تزاد. الدفتر اللي ما تزادش تزاد من 35% حتى لواحد 300% 200%. ملي كنتكلموا على الراميد زاد فيها 30 درهم راه كاين غلاء فاحش. الناس راه ما عندهاش خيار، غادا تشري. حنا راه مازال كنقولوا مثلا الدار البيضاء القطب الاقتصادي، الناس خدامين، اللي ما خدامش قطاع غير مهيكل، بنادم كيدور وكيجبد نهارو غادي يدير ولاد. ولكن ملي غنتكلموا مثلا على المغرب العميق وهذا، راه الناس راه هذا العام هذا غالبا وغالبا وغالبا الناس غتخرج ولادها من المدرسه، وهو مراهن على التعليم، لان المنفذ الوحيد عن الطبقه مثلا غنقولوا الكادحه، غنقولوا الطبقه الضعيفه، الطبقه الفقيره، كل شيء كيتمنى ان ولادو يديروا التحول الاجتماعي عبر التعليم، فبالتالي هو كيدير ينتحر في التعليم وغادي يشري الادوات لولادو. حنا راه كيجيو عندنا الناس ديال النظافه، مع احترامي الناس ديال النظافه والمدخول ديالهم كذا وهذا، تعاون تتعيا، ولكن باقي الغلاء. ملي كنتكلموا على الدفتر ديال 200 اللي كنا كنبيعوه ذاك العام ب 20 درهم، هذا العام بالنسبه للناس اللي كتاخذ بالتي تي سي دير 29 درهم. حنا قطاع غير مهيكل، بمعنى ما عندناش باطون، بمعنى كناخذوه في التي في، كناخذوه ب 24 درهم. الى حسبتي راه غادي تلقى واحد 50-45% باش تجد الدفتر. والسبب لانه راه كانت قال لنا رئيس الحكومه، قال لك غادي ربي يعاود المغاربه في التربيه. حنا بغينا زعما الا كان غيعاود التربيه وغنصنعوا اجيال مرحبا، ولكن الا كنا غنعاودوا التربيه وغنزيدوا نسبه الهدر المدرسي راه القضيه صعيبه شويه. ما خصوش ينسى رئيس حكومه انه في كوفيد راه كانت واحد 6 مليون ديال الاسر ما كان عندها ما تاكل، خذات الاعانه الاجتماعيه المباشره. راه خصنا نعرفوا هذا الغلاء هذا. باش نعطيو ليكزومبل المغاربه اللي كتصنتوا لينا، راه الاسر المغربيه راه ولات كتبيع الخبز كارم. مالي الخبز كارم ما بقاوش كيدوروا، لان الاسر المغربيه ولات كتجمع وكتبيع. فينا هي المؤسسات الدستوريه اللي مختصه في هذا الميدان ديال التجاره وديال الربح الفاحش وهذا. ملي كنتكلموا على الربح الفاحش وهذا، راه كنتكلموا على مؤسسه دستوريه اللي هي مجلس المنافسه، اللي خاصها تدخل على الخط في هذا الشيء. بالنسبه للناس ديال مراقبه الاسعار، ما يبقاش يجيو عند العطار يقول لي شحال كتبيع، عادي زيد 4 دريه زيد كذا. الناس راه زادت 30 درهم في البرودوي. راه ملي كنتكلموا على دفتر، حنا كنا كنعرفوا الزياده انها 10 دريال، ملي ما كيبقاش فينا الحياه كنزيدوا درهم. اما دابا كنلقاو 8 دراهم 10 دراهم 12 درهم. ملي كنقول لك راميت زاد فيها 30 درهم، هنا راه كاينه ماشي كاين الغلاء، راه كاينه شويه البساله حتى هي، لان الانسان ملي كتغيب عليه المراقبه راه كيتزر شويه وكيبدا يدير بعد اللي قال ليه دماغه. انا كنتكلم معاك، انا كنبيع ونشري في هذا الشيء، غيزيدوا غنزيد، ولكن راه كنتمي للمغرب وكنتمي لهذا المواطن وكنتمي لهذا البلد السعيد اللي درنا اجماع على انه عندنا، ودرنا اجماع بانه المغرب دوله المؤسسات. هذه المؤسسات خاصها تتفعل، جمعيات المجتمع المدني، فينا هي جمعيات حمايه المستهلك. ملي كنسمعوا شي تفاهه وكنلقاو الجمعيات نايضين ومنوضين الزازه وباغيين يديروا وقفات احتجاجيه وهذا، ما ساكنينش في هذا الكوكب كاع. كاينه 45% حتى 300% ديال الزياده هما ما كاينينش هنا، فبالتالي خاص الجهود تضافر من اجل انه نحاولوا نوفروا واحد الدخول مدرسي اللي يكون مثالي ويكون في المتناول ديال واحد الطبقه اللي هي هشه واللي كتكافح من اجل الوليدات ديالها باش يقراو، باش ما نرفعوش المستوى ديال الهضر المدرسي اللي اصلا حنا كنتكلاصاو في واحد المراتب متدنيه في التعليم. حنا دابا ما كنتكلموش على الجوده ديال التعليم، ولينا كنتكلموا على الثمن، لانه ملي كنقول لك انا المغرب العميق، واحد اللي غادي يسمع الدفتر ب 30 درهم غيخرج ولده من المدرسه، لان 30 درهم غيعمر بها كفه ديال الخضره لخوته ما ياكلوا. هذا الشيء خاص رئيس الحكومه يفكر فيه ويجيب حلول. ما نبقاوش نقولوا كاين الغلاء لان المحروقات، راه كيف يعقل انه رئيس حكومه هو اللي كيترأس القطاع ديال المحروقات وخصنا نجيبوا معاه حل؟ واش غادي يترافع؟ واش راه باين حل راه عندك. فالناس اللي كنصوتوا عليها وكتطلع كنصوتوا عليها على اساس انها
عندها كفاءات وتقدر تجيب افكار مبتكره. فالناس ديال الحكومه اللي ما كانوش غيجيبوا افكار مبتكره وغيعمروا لنا الاحزاب، غادي تعمر لنا قبه البرلمان بناس ما كيجيبوش افكار مبتكره، فحنا راه غادي نشوتيو.